اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده صحيه والاكل صحي. احنا محددين يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا هيلسي بقدر الامكان، بنهرب من المواد الدهنيه اللي موجوده في الاكل او في الطبق اللي بنعمله، حتى لو كان طبق اومليت، يعني طبق بيض بالخضار، بيض باللحمه وهكذا. النهارده معايا الباميه الطازه الخضراء مش مجمده، جايبينها قطفينها زي الفل. الصوره الحلوه على الشاشه بتتكلم مصري. الباميه دي هناخدها نعملها النهارده بطريقه جديده، نوع من انواع المقبلات، حاجه كده زي سلطه الفاصوليا الخضراء او سلطه البسله من هذا الشكل يعني. هنشوف نعملها بالكزبره الخضراء مع زيت زيتون وعصير حمر. ده الجديد النهارده. معانا برضو نوع فراخ النهارده هنعمله مع الاناناس. دايما الاختلاط ما بين الفواكه والدجاج او اللحوم بياخد حرص شويه عشان نحافظ على طعم اللحمه او الفراخ. ده المطبخ الاسيوي، دي المدرسه بتاعته. الشيف المغازي النهارده هيجود في الموضوع ويخلي العسل الاسود بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري يشارك في الطبق ده، بما ان العسل الاسود مهم جدا لعلاج الانيميا وبيعالج الانيميا والوقايه من الانيميا، فاحنا نهتم بيه شويه مش ناكله مع الفطير المشلتت وخلاص. معانا النهارده نوع من انواع الكب كيك لطيف وجميل بالقرع العسلي. الاطفال الحلوين مش بياكلوا القرع العسلي زينا، يشربوه شوربه مهلبيه والحاجات ديت. النهارده هنعمل لهم طعم في الكب كيك اللي بيحبوه مع القرع العسلي، نشوف ازاي نقدمه كب كيك لطيف وجميل ياخد برده فليفر من الليمون، فيتامين سي. يعني الاكل من الاخر بطريقه جديده النهارده وبطريقه صحيه وفي العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، والاكل صحي النهارده من قلب الثلاجه، بس هنهرب من المواد الدهنيه والحاجات اللي ممكن تؤدي لتخنه ووزن زياده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بيسالوني هتبدا بايه اول حاجه. خلونا النهارده برضو بما ان احنا معانا ثلاث اطباق مهمين جدا، هنعمل باميه بطريقه جديده مكبلات، وهنعمل دجاج بالاناناس، وهنعمل الكب كيك. الطبيعي الحاجه اللي تاخد منك وقت كبير في الفرن او اللي تاخد وقت كبير في السوى تبداي بيها، فالكب كيك محتاج لشويه شغل وهندخله الفرن طبعا، ومحتاج على الاقل 20 دقيقه داخل الفرن بعد ان احنا ما نكونه مع بعض. هنستاذن الاستاذ رحاب مقادير الكب كيك بالقرع العسلي، وده حصريا على شاشه القناه الاولى. معانا قرع عسلي خدناه قشرناه وقطعناه وسلقناه، المطلوب ان هو يكون بارد شويه كده، ما يكونش درجه حراره فيه عاليه عشان هنضيف عليه بقيه المكونات. معانا بيض ومعانا زيت ومعانا حليب ومعانا سكر، بشره ليمون، فانيليا، بيكنج باودر، والدقيق بتاعنا كوبايتين وزياده شويه. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله، والصوره الحلوه من خير ارضنا قرع عسلي. القرع العسلي ده عندنا بثلاثه تعريفه، بره سعره غالي جدا يا اخوانا والله، يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا في الارض الطيبه، وجود القرع العسلي ده سعره في متناول الجميع، فخلينا نستغله في حاجات كتيره قوي، شوربه، قرع عسلي، مقلبيه، نعمل قرع العسلي مع بعض، الاكلات يخني، نعمله كب كيك النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. هنبدا نخلط المكونات مع بعض. معانا ثلاث بيضات والزيت والسكر والحليب، دول هنخلطهم بالاول مع بعض، وشويه الفانيليا اللي هيشيلوا الزفاره بتاعه البيض مع بشره الليمون. اما البيكنج باودر والدقيق دول مرحله ثانيه. حلو الكلام؟ اول حاجه هننزل بيها البيض. دايما لما تيجي تكسري البيض وبتعملي كيك، اول واحده بتحطها هنا كده، الحمد لله رب العالمين سليم. هناخد الثانيه نحطها هنا، حلوه نضيفها بالشكل ده كده، ونفس الموضوع الثالثه، حلوه نضيفها. حاجة لطيفة هي وبسيطة زي الفل عشان الكمية اللي عندك ما تبص. حلو الكلام، في قشرة واقعة هنا؟ اهي شايف جايبة عينيا. حلو الكلام؟ تمام. ننزل السكر علشان البيض يتخفض معاك بسرعة، تخلطيه بالسكر كده. تقلبي السكر مع البيض بيساعد على خفقه جيدا، عكس ما تضربيه لوحده بالشكل ده كده. ابتدي انك تضيفي لغاية لما السكر يدوب مع البيض وينسجم ويديكي ماده رغويه بدون مضرب ولا حاجه. زي الفل. ننزل بالفانيليا عشان الزفاره بتاعته، ننزل بالزيت. كب كيك بالقرع العسلي. انا عارف ان انتوا شطار في عمل الكب كيك.
ننزل بشويه الحليب زي الفل. تمام، ادي المواد السائله مع بعضيها. دي مدرسه عايزه تعملي كيكه بالبرتقال نفس الطريقه، كيكه بالليمون نفس الطريقه. اه كده المواد السائله اتقلبت مع بعض، نشيل دول من هنا مش عايزينها. حلوه، ننزل ببشره الليمون. ليه بشره ليمون يا شيف؟ عشان تبقى الكيكه فيها شويه حمضيات كده حلوه مع القرع العسلي، نكسر السكريات والعسل اللي في القرع العسلي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا دقيق وبيكنج باودر، هنحط الدقيق على البيكنج باودر كده، بس الدقيق ده كتير شويه. نقوم نعمل ايه عشان ما نبوظش الدقيق كله والكميه كلها تبوظ عندنا؟ زي ما احنا شغالين دلوقتي كده، بناخد كميه الدقيق اللي احنا عايزينها بننزلها على الايه؟ على البيض كده، وننخلها بطريقه حلوه كده اهو، تضمن ان دي ما فيهوش كلكعه ولا اي حاجه. انا دايما بقول لما بعمل اكلات من الزمن الجميل بتاعه الصعيد او الريف المصري الحلو بكون مرعوب، عشان مش هقدر اوصل لطعم الامهات. الكشك ده مدرسه، وزي ما قالت الحاجه من شويه، ده موسوعه وحكايه وقصه، بيختلف من بيت لبيت ومن بلد لبلد. فانا اجتهدت امبارح وعملته بطريقه ممكن نقول ان هي صح، وممكن حضراتكم برضو تعملوا الطريقه الصح. هنقلب ده مع بعض كده، الحليب مع البيض مع الزيت مع السكر مع الدقيق. تلاحظ ان القوام شويه تقيل، انا عايزه كده لان هينزل عليه دلوقتي قرع عسلي. شايف القوام كده اهو زي الفل. تمام، هناخد القرع العسلي اللي عندنا ده كده نحطه هنا كده، كل حاجه بالتفاصيل اهو. القرع العسلي ده فيه سوائل شويه، تسلقيه ازاي؟ هي دي بقى التركايه اللي عايز اقولها. بنعمل كب كيك بالقرع العسلي، بنعمل كب كيك بالبطاطا الحلوه، بنعمل كب كيك باي نوع من انواع الفواكه. لازم لما تسليها في كميه ميه قليله جدا على قد السوى، وما تخلصيش من الميه، يعني نفس الميه هي خلاص تنشف فيها، زي ما انا عملت في القرع العسلي كده اهو، شويه ميه على قد السليق. مش لازم تحط سكر ولا تحط اي حاجه ولا اي حاجه حلوه خالص، هو القرع العسلي مش محتاج اهو. اهو بالشكل ده كده اهو، اهو شفت الحلاوه دي كده اهو، بالشوكه كده اتهرس زي الفل. وناخده ننزله هنا كده اهو يا ويلي، وده ملوش لازمه هنا كده خلاص. نقلبهم كده بالمضرب بالمعلقه اهو. قرع عسلي كب كيك للاطفال الحلوين، قيمه غذائيه عاليه جدا، كبار السن قيمه غذائيه عاليه جدا اهو. انا حاطط زيت قليل اهو. ونمسك الخليط ده يا عم الشيف بعد التقليبه الحلوه دي كده في قوالب الكب كيك ونوزعه، او تحطيه في قالب كيك مفيش مشكله، بس انا عايزه في قوالب الكب كيك عشان الاطفال الحلوين ياكلوا منه. هنجيب القوالب دي كده، حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ونوزع بقى في القوالب دي كده على قد ايه الاستخدامات بتاعتنا، وده الطبيعي. هنعمل حاجه حلوه كده، هنجيب الكوبايه دي كده ونحط فيها شويه زيت صغيرين علشان لما نسلك المعلقه واحنا بنعبي في القوالب بتاعه الكب كيك، ده الطبيعي. شفت ازاي هعمل؟ بحطها كده. حلوه الصوره كده يا شباب معانا حبايبي اهو. ونزلها هنا كده كميه اهو زي الفل، ونفس القصه اهو. انا مكتر القرع العسل كتير، خلي بالك اهو، ما تبلاش الاخر يعني التلتين وتسيب التلت فاضي. اعملي حساب ان البيكنج باودر مع البيت هنا هيلعب دور العضلات ورافع للاثقال. حلوه الفكره دي يا شيف والله، ان انا عندي الولاد بنشوف القرع العسل عند الراجل بتاع الخضار بنمشي مش بنديله اي اهتمام خالص. لا انت جيبيها هتلاقي وزنها 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو مفيش مشكلة، قطعيها زي ما أنا مقطعها كده. خرجنا الجميل هيرضى عني دلوقتي ويجيبها، هي متقطعة معايا أهي. اسلقي منها شوية، اعملها بنفس الطريقة. يوم تاني تعملي شوربة القرع العسلي، هتسلقيها مع شوربة فراخة وشوربة لحمة، الله عليك. يوم تالت هتاخدي القرع العسلي ده وتعملي شوية كسكسي حلوين، تعملي زي إخواننا في المغرب وتونس والجزائر، دايما القرع العسلي بيشارك مع الخضار بتاع الكسكسي. حلو، الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. عندي كمان القرع العسلي بالمهلبيه، ما اقولكيش تعملي شويه مهلبيه نشا وحليب وسكر، وتعملي صينيه قرع عسلي بالمهلبيه
برضو في يوم تاني تاخد القرع العسلي ده تعمليه باللحمة المفرومة، لطيف وجميل، تستوي القرع العسلي وبعدين تهرسيه وتحطيه في صينية وطبقة لحمة مفرومة بينهم وطبقة وايت صوص على الوش مع شوية جبنة، تاكلي صوابعك ورا. دي كلها أفكار لاستخدام القرع العسلي. خد اللي جاي بقى، خد الجديد بقى، صلى على الحبيب قلب كتيب. ايه هو؟ تعمليه آيس كريم نفس الطريقة اللي كانت معاه من شوية، هرسناه عملنا كريم شانتيه، حطيناه على الكريم شانتيه وحطيناه في الفريزر درجة تبريد 20 تحت الصفر. بقى عندك في التلاجة آيس كريم بالقرع العسلي، دوري في محلات مصر كلها والشرق الأوسط وفي الدنيا كلها مش هتلاقي آيس كريم بالقرع العسلي غير على شاشة القناة الأولى وبس. حلو الكلام؟ كل ده تمام؟ هنمسح البتاع ده كده وندخله الفرن في درجة حرارة 180. اه زي الفل. اه عينية. علشان اللي بيحصل ده ما ينفعش يحصل بعد ما تطلع من الفرن خالص، هتلاقيها نشفت وشها شكلها وحش زي الفل. يا عم الشيف اخبار الفرن ايه؟ اوعى يا ولي لو ما كانش متولع. ربنا يخليك لي يا عم ايهاب المهندس بتاعنا. هندخل دي الفرن كده اهي اهي اهي، بص عليها كده نظره الوداع. 20 دقيقه. ايه 20 دقيقه بالظبط هيطلع معايا الكب كيك زي الفل. البيكنج باودر مع البيض خفقه جيدا بيلعب دور العضلات. انا خلصت معايا كميه هنا، تجيبي ممكن قالب كب كيك وتحطها فيها مفيش اي مشكله، وتبقى عندك قالب كب كيك تاخديه لحماتك هديه، وسيبك انك تاخدي شويه جاتوه وانسي انك تاخدي شويه جاتوه من اي محل بتاع حلويات. على فكره انت لو عملتي ديت قالب كب كيك حلو وخدتيه معاكي هديه لحماتك لقرايبك لجارتك كده جبران الخاطر وعملت حاجه جديده. هنطلع فاصل صغير ونرجع للافكار الجديده ازاي نعمل دمج ما بين دجاج واناناس وعسل اسود عشان نعالج الانيميا وقيمه غذائيه عاليه جدا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا الحاجه اللي بتاخد وقت خلصنا منها ووسعنا لبسينا الكب كيك بالقرع العسلي في الفرن. هعمل دلوقتي الاناناس او الدجاج بالاناناس والعسل الاسود. الطبق ده من ابتكاري برضو، ونشوف ازاي استخدامنا للاناناس نوع من انواع الفواكه جيد الاسويين والناس في شرق اسيا بيستخدموه في الاطباق، يخش في الاطباق التشاينيز والطلياني السيفود، الحاجات دي كلها مهمه جدا. فالنهارده هنعمله مع بعض مع فراخ وهنعمله مع العسل الاسود، ولكن الطريقه هتبقى مختلفه شويه. المقادير على الشاشه، حبيت اناناس ربنا يكرمنا ان شاء الله وتطلع حلوه من جوه، ومعانا صدور فراخ ومعانا عسل اسود ومعانا من النشا معلقتين وسمسم وشويه جنزبيل باودر او جنزبيل طازه ومعلقتين زيت زيتون وتوم طازه معانا زي الفل. هي دي المقادير. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا سريعا. بريئه من الكمون والكزبره. حلو الكلام. ممكن نحط لها شويه بابريكا او شويه فلفل اسود. هناخد الفراخ نقطعها مكعبات بالشكل ده كده، وبعدين نحط عليها شويه ثوم مع شويه نشا، وانت بتقطعي الفراخ كده تحط في الاعتبار تكون القطيعه واحد كلها بشكل واحد علشان تستوي كلها في وقت واحد. ممكن تقدمي معاها شويه رز ابيض حلوين، ممكن تقدمي معاها مكرونه سباكيتي لو انت حابه، بس الافضل طبعا رز مصري او رز بسمتي حسب رغبه ولادك من غير بهارات، رز ابيض ساده خالص كانك بتقدميه مع سمك مشوي. ناخد الفراخ دي كده بعد ما قطعناها القطيعه الحلوه دي كده، هنعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ هنحط معلقه عسل اسود كانك بتحط صويا صوص. عسل اسود مع الفراخ يا شيف. جربت. حلو. يعالج الانيميا. وشويه سمسم، ونحط عليهم النشا يمسك كل ده. حلو قوي. تمام. معانا كمان للامانه هنا شويه هيل ناعمين، وعايز احط شويه فلفل وشويه بابريكا. تحط ملح يا شيف؟ احط قليل من الملح لان انا مش حاطط صويا صوص. حلو الكلام. وكل ده مع بعضه نقلبه في طاسه هنا على النار بتسخن. النشا هنا بمثابه ان هو لم الشمل، يعني انا حطيت عسل، حطيت سمسم، حطيت بهارات، هيمسك لي كل ده مع بعضه. في توم طازه احطه كمان، معلش نسيه. ينزل كده الفراخ كده اتقلبت بكل ده، وامسك الفراخ دي احمصها في طاسه شديده الحراره على النار بشويه زيت.
تاخد تشويحه على النار كده لغايه لما تاخد شكل. اكون قطعت الحبات الاناناس بتاعتي حلو. النشا هنا طبعا له دور كبير، هو اللي هيديني قوام للصلصه. زي الفل، تمام لغايه كده زي الفل. هنشيل ده كده وتعالوا مع بعض نحمر الفراخ دي في طاسه. شويه زيت شديده الحراره. شوربه السي فود، تشكيله من السي فود، قشريات، رخويات، اسماك، بتتقطع مكعبات، تتشوح على النار، فص مستكه، بصلايه، تومه، تاخد لون، ننزل عليها بمعلقه نشا وكوبايه من الحليب وكوبايه شوربه. شوربه ايه يا شيف؟ يا اما شوربه سمك يا اما ميه من الحنفيه. حلو الكلام. شوربه فراخ، انا بزعل قوي لما بلاقي حد بيحط مكسبات الطعم الفراخ في شوربه السي فود، بيأذيها، بيغلط في حق السي فود للاسف يعني. طيب هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الفراخ اللي انا قطعتها دي كده ونحمرها في قلب الزيت. الفراخ هنا بتتحمر في قلب الزيت، اسيبها تعيش كده، عايزه تاخد لون، اغطيها. عمليه تغطيه الفراخ وهي بتتحمر يعني ان احنا بنعمل عمليه احتباس لدرجه الحراره لان الفراخ تاخد كلها دلوقتي لون بالشكل ده. حلو، نسيبها شويه، نشتغل مع حبايه الاناناس بتاعتنا واحده واحده، وانتظروا مننا ان شاء الله كالعاده، وده مش جديد علينا على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري، لنا مفاجات في العيد الكبير ان شاء الله، لحم العيد وفته العيد وحلويات العيد اللي هي حلويات الخروف والذبيحه بتاعتنا. ولكن الاهم ده من ده كله واحنا بنشتري اضحيه العيد باذن الله تعالى، يعني لازم نحط في الاعتبار احنا هناكل منها اول ناس، فلازم نشتريها صحتها حلوه وبعافيه وما تكونش طبعا مريضه ولا فيها مشاكل صحيه. الحاجات دي مطلوبه على فكره، وتندبح كويس وتقطع كويس وتتحط في تغليف كويس علشان ولادنا وحبايبنا وجبران الخاطر هياكلوا منها. ده لو ده صحتي طبعا لموضوع الضحيه بتاعه العيد. اما حبايه الاناناس اللي في ايدي بصراحه هي مستويه جدا. هناخد اللحم بتاعها ده كده بالشكل ده كده واللي في النص ده انا مش عايزه. حلو الكلام، زي الفل تمام، ربنا كرمنا والحمد لله. ونقطع الاناناس كده. معانا مين يا فندم؟ ده الاناناس بالشكل ده كده. سكينتك لازم تكون حاميه ما تيجوا ناكلهم كده دلوقتي وخلاص بتسبكس كده، وعندنا شويه بسكويت اللي هي اللوتس ده الحلو ده، في منها كريمه حلوه. والله العظيم انا بعشق الفواكه دي بالشوكولا وباللوتس كده، واغمسها تبقى لطيفه ما اقولكش. شفتوا الاناناس ده كده اتحط كده وجنبيه اي صوص شوكولا، وبالف هنا وشفا صوص فراوله، ونعمل فته العيد مع بعض برده كالعاده بطريقه جديده ان شاء الله. حاضر، البصله دي قطعتها مش هضيفها دلوقتي، قرن الفلفل ده حلو ده كده، وبالاناناس برده ايه المشكله لو حطيت فلفل؟ هو ده قطع كده حط في قلبيها، وده برضه عاجبني الاحمر ده، الاحمر الفلفل الاحمر الرومي اللي زي ده كده بيبقى ما فيهوش بذر كتير، لو في بذر كتير بنشيله. خلي بالك نعم حاضر، عايز اشوف الفرن، نبص على الكب كيك نشوف ايه الدنيا. عينيه، بص صلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ ما كانش ظاهر الاول عشان كده انا بدات بيه في قلب الفرن. امان يا برنس، المال الحلال ربك مبارك فيه. ايه الحلاوه؟ القرع العسل اللي طالع من الفرن بينور. هي الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، اللون الاحمر البرتقالي الجميل ده الاورنج ده بيفتح النفس على فكره الواحد لما يبص له كتير. هنشوف الفراخ مش دلوقتي لسه. هنقلب دول مع بعض. حلو. ايه الاخبار؟ هو ده. شفت الفراخ اتحمرت ازاي؟ بص عليها، بص عليها، جيب لي الفراخ دي وشقوتها كده اهي، اتحمرت اهي، بصفيها طبعا واخدها بعد كده بقى انزل عليها الاناناس، انزل عليها كمان شويه معلقتين عسل اسود، اسيبهم يغلوا على النار، انزل شقشاق من الميه. شفت الفراخ لونها جميل ازاي؟ هو اللون ده. التقليبه دي مهمه بالشكل ده كده، ناخدها في طبق علشان نبدا ان احنا نضيف لها بقيه الحاجات كلها. ده الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم. وشه كده كده، تحمير الفراخ بالطريقه دي كده
تكمل سواها. بس ليه حمرتها يا عم الشيف؟ حد سأل السؤال ده. علشان اعمل عملية تغليفة للبهريز اللي انا حطه والتوابل اللي انا حطيتها والنشا اللي انا حطه بالشكل ده كده. اهو عيني اهي هنا كده حلوة عيني راح تنزل تحت لو نزلت. حاضر عيني. كلنا نجتهد علشان الصورة تطلع حلوة، سواء حديثي مع الأستاذ المخرج أو مع فريق العمل، علشان في الآخر حضراتكم نشوف صورة حلوة. شفت السمسم معاها إزاي؟ الزيت ده طبعاً أنا مش عايزه، لازم تشيلها كده عشان ما يطلعش الزيت معاك. ريحتها حلوة قوي بالعسل الأسود على فكرة. دلوقتي لما تحط لها الأناناس بتاعها تبقى لطيفة وجميلة. مطبخ النهاردة صحي. شفت الفراخ مستوية ازاي؟ نازلة اهي على الشوكة خديت شوية وجربيها، هتعجب ولادك. كل اللي احنا عايزينه من حضرتك تخش على صفحة القناة الأولى وصفحة أكلة أمي، تقولي لنا رأيك في القصة اللي احنا عملناها دي النهاردة، أو تتصلي بينا بالتليفون لو نستحق يعني. يشيل الزيت ده كده أنا مش عايزه بالشكل ده كده. عينيا حاضر يا فندم. ناخد الطاسه دي زي ما هي كده اهي، تركيه بس صغيره كده، وننزل يا عم الشيب بالبصلايه دي كده. شفت الجو ده كده اهو حلو قوي زي ما انا شغال كده، وننزل بالفراخ عليها. هو ده كل اللي انا هعمله دلوقتي. قبل كل ده اهو 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 شفت الطريقة. ناخد الأناناس بتاعنا ده كده اهو، عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الأفكار البسيطة الحلوة السهلة، حتى لو هنعمل أكل هيلسي، أكل صحي بطريقة بسيطة تناسب كل أعمار الأسرة. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اناناس، دجاج، بصل، شايفين الجو الحلو ده كده اهو. فين الزيت بقى؟ فين الزيت بقى؟ فين الزيت؟ اهو اهو اهو. تحمير الفراخ جيدا، عمليه ان انا اغطيها، بعمل عمليه تسويه للفراخ بدون ما تشرب زيت. قامت النار، هنا عمليه احتباس لدرجه الحراره. شايفين الجو ده كده؟ هنحط شقشقه ميه سخنه كده مع بعض اهو ياوي. ونسيبها تغلي يا عم الشيف دقائق معدودة. حلو قوي. خلصنا من الدجاج بالاناناس. بناخد هنا فليفر شويه من العسل بتاعنا الاسود ده كده. هتقولي لي بقى الفراخ طعمها حلو ومسكر؟ الاناناس واخد من طعم الفراخ؟ ولكن وجود النشا مع التوابل اللي انا حطيتها ده بيعمل مزيج طبعا من الطعم الحلو. ما تنسيش كمان تحط شويه هنا ايه بقدونس حلوين كده، وتسيبيه على النار تاخد غلوه. حلو الكلام. نخش على اللي بعده. خلاص زي ما هي كده مكشوفه. انا عامل دلوقتي الباميه مقبلات. نعم، الكب كيك. الكب كيك بالقرع العسل اللي طلعناه من الفرن، بنحط عليه شويه سكر باودر بالشكل ده كده. وتعرفي ضيوفك واطفالك وتخليها مفاجاه، قولي لها دوقي وبعدين قولي لي رايك فيها. جواها بطاطا حلوة ولا قرع عسلي ولا ايه اللي فيها بالظبط؟ عشان نبقوا عارفين، عشان برضو انك انت عاملة حاجة حلوة للقرايب او للجيران، تستعرضي خبرتك وتستعرضي انك انت تعبتي على الحاجة. ده مهم جدا على فكرة. يعني دايما لما تعزمي حد عملت حاجة حلوة تقولها دوقي الاول، قولي رأيك. قالت رأيها تمام وزي الفل، لا والله عملتها 1 2 3 4، بفتح التلفزيون شفت القناة الأولى، شفت المغازي عمل النهاردة الكب كيك بالقرع العسلي. مقادير البامية على الشاشة. بامية طازة جبناها أمعناها خضرة المجمدة، ما تنفعش في الطبق ده. وبعد كده معانا زيت زيتون، عصير ليمون، كزبرة خضرة، وتوم معانا، وبصلة ناعمة. وأعمل طبق مقبلات من البامية الحلوة اللي معانا دي كده وإحنا شغالين مع بعض. طاسة أخبارها إيه؟ عايزها درجة حرارتها عالية جدا. بالشكل ده كده. زيت زيتون اشيلها خالص من هنا اهي، لغيتها حبيبي. حلو. زيت زيتون
بحط على زيت الزيتون ده يا عم الشيف فص توم حلو كده، ما استناش عليه لما يتحمر. انزل بالباميه بتاعتي دي كده، تعالي يا حلوه، دي اللي بتتعمل ويكا، خلي بالك. حاجه جديده دي يا شيف. فين اللحمه؟ فين صوص الطماطم؟ دي حاجه مختلفه بقى شويه. نار. الباميه بتاعت النهارده اللي انا بعملها بطريقه جديده، حضراتكم لازم تعرفوا ايه القصه بالظبط. دي ما فيهاش لا طماطم ولا شوربه لحمه ولا شوربه فراخ، انا بعملها نوع من انواع المقبلات، التوميه مع زيت الزيتون مع الباميه، كل ده مع بعض، وحطيت الملح. هتقولي ليه حطيت ملح يا شيف؟ عشان الباميه تاخد اللون الاخضر بتاعها. حلو الكلام، واسيبها بقى واغطيها شويه. بس خلصت الباميه. تاخد الغلوه التمام. نشوف اخبار الفراخ ايه. نبص على الفراخ، مخرجنا الجميل عجبك الفراخ بالاناناس. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شفت العسل الاسود هنا؟ هو عمل عمليه القرب بين الدجاج والاناناس، خدوا اللون ده كلهم مع بعض. الله على الريحه الحلوه، حاسس ان انا واقف في مطبخ صيني او رحت الصين. العسل الاسود بتاعنا ده موسوعه بتاع البلاص بتاع الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. زمان كان الراجل الطيب يعدي بيه ده، ناكله مع الفطير المشالكي الصبح او في عشاء، انما ندخله بعض الاكلات زي ما انا شغال دلوقتي كده، والله العظيم احلى من الصويا صوص. طب ده حلو جدا. القوام بتاع الصلصه، يا فندم، ينفع بدل الصويا صوص. شايف الصوص ده كده؟ انا هجيبه كده اوريه لحضراتكم بس عشان نشوف حاجه كده. مدرسه المطبخ هنا عند المغازي. شايفه الصوص ده كده؟ القوام ده جه منين؟ جه من النشا اللي انا مقلي. القوام ده اهو. ده عايز الرز الابيض ده يا شفيق وما ترحمنيش. القوام ده اللي في التحت ده واخد العسل الاسود، واخد الفلفل الاسود، واخد ذره الملح اللي انا حاططها، طعم الاناناس والسكريات بتاعه الاناناس، الفلفل الحلو الحامي اللي انا حاطه، فاكيد هيبقى اشتزلنا سبايس. شايفين الطبخه دي يعني فيها سمسم اوميجا 3، يعني فيها كل البصل هنا مش متحمر، مستوي مع الاناناس. السكريات اللي في البصل بتاعنا جميله الحلوه. لا بص لي على الباميه بقى، وصلي على الحبيب قلبك كتير. انا عايز اشوف خضار الباميه اللي كان موجود على الشاشه من شويه، وخضار الباميه في قلب الحله بعد الشيف ما غطاها. بص ايه الجمال ده؟ هو ده. ساحر يا مغازي. هو ده. اخضرت ازاي بقدره قادر؟ هي ذره الملح اللي حطيتها قبل الميه. هسيبها تستوي، مش ههرسها، هقدمها زي ما هي، بس هحط لها بعد ما تستوي هصفيها واحط لها عصير حامض، كزبره خضراء، زيت زيتون، زي البطاطا الحاره بالظبط لما بنعملها. اغطيها واخليها على جنب. حلو. ناخد الفراخ نغرفها ونقدمها لحضراتكم مع الرز الابيض الحلو ده. عدلها عدلها كوشه من الرز الابيض، هرم من الرز الابيض اللي انا عامله ده. اللهم صل على النبي. الطبق ده حلو، مركب حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. صحية؟ والله نعملها ونشوف. ايه المادة الدهنية اللي استخدمتها هنا؟ تحمير الفراخ في شوية زيت وصفتها من الزيت وغطيتها علشان ما تشربش زيت. لو تلاحظوا كمية الزيت اللي انا طلعتها من الطاسة هي نفس الكمية اللي انا حطيتها في الاول خالص. يا نعم يا فندم. لا السلق، لا السلق كده، انا عايز اعمل النشا هنا يمسك في الجدار الخارجي او في الغلاف الخارجي للفراخ، فلازم عمليه التحمير. والاناناس هنا في بحر العوم، في بحر الحنان، مع الفراخ ومع الفلفل ومع الثوم ومع البصل. الف انا وشيف. رز ابيض عدلها عشان من هي رز ابيض، هي رز ابيض الاكله دي. ولكن في اسئله بتجيلي دلوقتي من الكنترول، ينفع يا شيف مغازي نعمل بدل الفراخ لحمه؟ مش تبقى حلوه. ينفع يا شيف مغازي نعمل بدل الفراخ جمبري؟ تبقى حلو. ينفع يا شيف مغازي بدل الفراخ نعمل سمك فيليه شربيات؟ تبقى حلوه، وهكذا. سمسم، رش خضار حلوه. طبق هنا بيتكلم عن نفسه. حلو، تعالوا مع بعض نشوف الباميه وصلت لفين. نجهز لها الطشه بتاعتها.
في طاسه كده بس 3 دقايق. طيب تمام زي الفل، نعمه. تعالوا نخلص، هو ده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي الباميه بتاعتنا سريعا كده واحنا شغالين. طاسه صغيره كده حلوه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي الفل. واحط فيها شويه زيت زيتون والباميه بتستوي. دي طريقه جديده، وقولوا معايا حصريا على شاشه القناه الاولى، زيت زيتون حلو، فص توم اهو، ما استناش على التوم ده لما يتحمر. عندي كزبره خضراء، دي مفرومه ودي سليمه، بس عشان نعرف الفرق بين الاثنين اوعى تحط بقدونس. الباميه دي عشان تطلع معاكي بالطعم اللي انت عايزاه تحط كزبره خضراء اهي. وانا شغال كده استنى بس على التومه دي ما تاخد لون، مش لون قوي يعني، مش عايزه تحمر علشان ما تمررش الباميه بتاعتي. ها معايا عصير ليمون هنا، حلو قوي، جميل قوي. يلا نجهز الطبق اللي نقدم فيه الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا كده حلوه. مخرجنا الباميه هنا، لازم انسق مع الاستاذ المخرج وضع الاطباق وترتيبها لكي نستخرج صوره جيده. ادي التومه مع زيت الزيتون، استنى عليها كده وانزل بالكزبره الخضراء اهي. دي كزبره خضراء كلها مع بعضها كده زي الفل. تمام، واقلبها كده. وانا بقلبها انا حاطط ملح، خلي بالك حاطط ملح على الباميه، اوعى تحط ملح هنا. تحط ايه بقى؟ شويه كمون، شويه عصير ليمون، اخدهم كده زي ما هم. اخبار الباميه ايه؟ زي الفل، بتناديني بتناديني تاني ليه؟ ناخد الباميه دي نصفيها بسرعه، اللهم صل على النبي، علشان مش عايز الميه بتاعتها، ده الطبيعي. بقدر الامكان نتخلص من الميه. تمام زي الفل، خدت زي ما هي كده. حد اكل الباميه بالطريقه دي قبل كده؟ وانزل بالخلطه اللي انا عملتها دي كده، واقلب الخلطه دي عليها. فيها عصير حامض؟ ولا حاجه خالص، لا لا، دي سلطه تتاكل نيه، الباميه دي هتتاكل نيه خالص. هنخش بقى في طماطم، بقت موضوع تاني. يبقى عليكي بكيلو لحمه ضاني، كلفي جيبك. ناخد الباميه زي ما هي كده يا عم الشيف، نغرفها. الف هنا وشفا، بس للامانه هي تبقى حلوه لما تتحط في الثلاجه. حقوق الطبع لدينا وبس، والاختراع على شاشه القناه الاولى، الفكر الطهوي والابداع والرؤي. باميه لونها في الطبق بتتكلم مصري، شفتوا الخضار بتاعها زي الفل. الجرنش بتاعها ممكن يكون حاجه حمراء لطيفه جميله، فلفل زي ما احنا عايزين، طماطم هي بتحب الطماطم مفيش مشكله. مطبخنا على شاشه القناه الاولى كل يوم في رؤيه وفن وابداع، ولكن حريصين كل الحرص ان احنا معانا اطفال حلوين، معانا كبار سن، معانا اسره قاعده على السفره، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكلات اللي تناسب اعمارهم، وخاصه الاطفال لان عندهم سن معين كده بيحتاج الاكلات اللي فيها كالسيوم ومعادن عشان يبنوا اجسام ويقدروا يواجهوا مشاكل الحياه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.